والعزاء بخير وسلامة. مجسر عدن، مجسرات مو مجسر واحد، عدن صنعاء تم افتتاح هذا اليوم، وأنا اليوم دا أصورها. لكن دائما التصوير من يكون أول يوم رد نروح الموقع نصور، ما راح تبين الصورة واضحة أمام جميع المشاهدين والتقاطعات. بداية شوفوا هذا الطريق، الطريق من هنا اللي نازل وين على الصحة، هذا اللي جاي من بوابة بغداد على الصحة. لاحظوا جمالية الطريق، صارت الطريق جميل جدا، ينزل على الصحة، زخم ماكو الحمد لله والشكر. تجي الكاميرات الأخرى، المجسر نفسه، شوف هذا المجسر هو العالي، هذا مال المنانة، هذا العابر باعه، هذا السير اللي جاي منانة من منطقة العلاوي يطلع وين منانة على بوابة بغداد. هذا الجسر العابر، لاحظوا هذا الجسر العابر يجي من بوابة بغداد يطلع على وين، حي الصحة، صحة بغداد عفوا. هذا الجسر بيتفرعين ويدخل منه فرع ثالث وياه، شوفوا باعه، هذا اللي جاي من شارع النواب، شارع النواب ويدخل وياهم، وهذا اللي جاي من بوابة بغداد يتفرع واحد باتجاه صحة بغداد، الثاني اللي يريد يطلع على شارع مطار المثنى أو وين على الحرية. المشكلة وين؟ شوف ثلاث مسارات صاروا مسار واحد، بعدين راح يتفرع، خلينا نشوف الكاميرات الأخرى، بعدين يتفرع، شو يصير اللي يتفرع؟ باعه، اتفرع هنا، أنا اتفرع مرت اللغة، هذا صار وين؟ باتجاه شارع مطار المثنى، وهذا يجي ينزل من هنا على الحرية. أول مشكلة المرور، تنبيه، هذا اليوم سبت راح ينعرض هذا. شوفوا سواق الكيات، الكيات يعني منطقة حلوة مرتبة، طبعا نداء إخواني وأحبائي في أمانة بغداد، هاي الزراعة اللي انزرعت خلينا نديمها، هذا هاي علامة إجبارية الطريق منا أو منا. أهل الكيات إيش قاموا يسوون؟ ما يصرف ليذب الكرو مالته هنا، وين يروح؟ شوفوا يبدون يجون يستديرون منانة وعكس الاتجاه، ورصدنا عدة حالات عكس الاتجاه يجي يطلع منانة، هنا بدأوا يوقفون. لاحظوا هذا دا يرجع تيه، طبعا أول يوم نقول دا يتيهون يرجعون، الكيات بدأوا يفترون منا يوقفون هنا، هاي يجب معالجتها فورا. إخواني هذه من تظل شغلة شهر صارت مال، من تيجي تحاسبه يطلع عليك يشتكي على المرور، يا به من عوني هذا رزق، لا غلط بغلط بغلط، الرصيف مصبوغ. طبعا هنا صابغ اصفر وابيض، يعني ما ادري ليش صابغ اصفر وابيض، يعني ممنوع الوقوف يسمح بالتوقف، وهذا مقتربات مجسرات يعني المفروض ينصب اصفر اسود، ممنوع الوقوف نهائيا، شلون يما انعطفاني اخلي. شوف الكاميرا الاخرى اللي شفنا عكس الاتجاه، صباحنا سبدوا ده، هذا السير اللي ينزل على الحريه، وين اللي ينزل على الحريه؟ هذا من ينزل على الحريه، اكو كاميرا اخرى اطلع لك، كانوا دي يستديرون عكس الاتجاه ويرجعوا. شوفوا هذا الصبح شفناه قبل ساعه انه منا دي يتيهون بالبدايه، يستدير منا ويرجع عكس الاتجاه، وين المنطقه طلعناها الكيات يرجع منا كعكس الاتجاه. اذا اخواني مجسر العدن عده مجسرات، اللي يجي من شارع النواب يصعد يرتبط مع مجسر، عنده طريقين، اما باتجاه الحريه واما باتجاه الشاتشي شارع مطار المثنى موجود. اللي يجي من بوابة بغداد عنده ثلاث مكانات يروح لها، أما يطلع إلى الأمام يعبر جسر باتجاه صحة بغداد باتجاه العطيفية، وأما يطلع على اليمين ويتفرع بعدين فرعين، الفرع الأول باتجاه شارع مطار المثنى والثاني باتجاه الحرية. أخواني الأعزاء أنا ما لاحظت لوحات مجسرة على الجسر، لكن خبروني أن هناك لوحات قبل الجسر، قبل الصعود للجسر، هذه المخالفات قد تحدث، لكن الكيات تأكد عليها، الكيات من منعت؟ باعوا باعوا باعوا، طبعا عكس الاتجاه لاحظنا هواي، ما ادري هسه حظهم بالكاميرا ما رصدنا، لكن شوفوا الوقوف بدا وين يصير، هذا راح يصير باكر عقبه خط وراح يسوي مشكله هنا بحركه السير. هذا هسه ما يستحق الغرامه، جسر مجسرات اليوم مفتتحه، تقول ما يندل اطلع بطريقك من هنا واستدير من الشارع اللي طلعك على الشارع الصناعي، لو الا المخالفه باعوا. هذا وقف دا يقبط شافك، اتمنى المجسرات تنفتح كلها باقرب وقت، يعني حسب معلوماتي الدوره عن قريب، ايضا عندنا الفضيليه عن قريب، هذه كلها راح تخفف بعض الشيء، شارع الجادريه قالوا تم افتتاحها، وندعو ونبارك كل الجهود اللي تبذل في سبيل تخفيف الزخم المروري الموجود في طرقات بغداد. تحياتي.